السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في هذا الدرس من الزوايا لزونجل الزوايا. أنسخ الزوايا التالية وأقطعها ثم أرتبها من الأصغر إلى الأكبر. نسخ ورقة ونعبرها ونشوف أكبر من الأصغر. إحنا لا، غنشوفو غير من المزوات. حنا عندنا الماتريال ها هويا اللي كنعبرو به، إذا غنشوفوها. شوفوا أ مثلا، عندك لا كيتلاقى هاد الخط مثلا الضلع، هاد الضلع هذا وهاد الضلع هذا كيكونوا كيتناسبوا مع هاد الأضلاع. الخطوط اللي عندنا هنايا، هاد الخطوط هادو هما اللي لفوا هنا، كتسمى زاوية قائمة. بالتالي حنا نشوفوها، ها حطوا فوق هنا هاد الضلع فوق هاد الضلع وهاد الضلع فوق هاد الضلع، والرأس ديالها هو أ. إذا الزاوية كتبان لك زاوية قائمة. هنايا الزاوية منفرجة، إذا كبيرة بزاف. هذه زاوية منفرجة، ها شو كي دايره، تنكبر من القائمه منفرجه هي. ثاني هذه الزاويه هي، هاي الزاويه القائمه هي هذه وهي منفرجه، اذا كبر من القائمه. وبالتالي هادو كيلقاو لنا جوج حادين هما اللي يكونوا اصغر. حنا رتبوها بين الاصغر. اذا الزاويه اللي صغر من القائمه شكون هي؟ واش هذه ولا هذه اللي صغر منهم بزاف؟ شكون اللي صغيره فيهم؟ غنشدو بحال هكايا مزوات ونرسمو هذه هي الخط هنا، وشوفوا الاخرى واش تجي معاها ولا لا. جيت هي بحال الاخرى، جاتنا هنايا. شو دابا هادي جاتنا الضلع، الضلع جا فوق هنا، فهمت؟ الضلع جا هنا، شتي؟ بالنسبه لهدايا الضلع فين جانا؟ جانا هنا. شكون اللي صغيره، هادي ولا هادي؟ هادي اللي صغيره، شوف. اما هادي لا، كبر منها شويه. شوف قداش، فهمت؟ الزاويه حاده ولكن كبر الزاويه ديالها، كتساوي تقريبا شي 65، اما الاخرى كتساوي شي 48 تقريبا هكا. اذا هذه الاصغر هي الاولى، هي السي، هذه اصغر، كتبعها هذه اكبر منها او، كتبعها الزاويه القائمه اللي هي ا اللي فيها 90 درجه. كتجي الزاويه هذيا بي اللي شفناها انها منفرجه ولكن بنسبه اقل من الاخرى. منفرجة حد هنا ها هي، ولا قسناها مع الأخرى، يمكن شوية تقارب في شي أنت تجي فوق هاد الضلع، الضلع هذا كيجي فوق هاد الخط، وهادي بغيتي تقيسها تاني. ديرهم تقريبا متقاربا بزاف بزاف، ولكن نقولوا هاد بي ثم دي، صافي. اذا استعملوا المزوات ثم اميزوا انواع الزوايا بملء الجدول. سميت الزوايا، يلا، زاويه حاده، زاويه منفرجه. هنا ما عطانا الزوايا قائمه، ما هضروش على الزاويه القائمه، ولكن هضروا الزاويه الحاده اصغر من 90، زاويه منفرجه اكبر من 90، اكبر من القائمه، وهذه اصغر من القائمه الحاده. اذا غنشوفهم. هذه عام بالعين مجرده، بالعين مجرده كتبان لك اكبر، اكبر من زاويه قائمه ولا لا؟ تشوف الزاويه القائمه تكون هنا، اذا اكبر، اذا منفرجه. غنديرو لا اخ، هذه القائمه فين هي؟ هي اكبر من القائمه، اذا منفرجه حتى هي بي. هذه الزاويه القائمه هي، شوفي جات ها، لكن هذه صغر منها. الزاوية الحادة ها هي، ها هي، وهذه صغر منها. شوفي جات، جا الضلع جا هنا، الضلع جا هنايا، إذا صغر من القائمة، إذا ح حادة أو. ثاني هذه كذلك ها هي، الزاوية القائمة ها هي، وهذه جات هنا، إذا صغر من الزاوية القائمة، أصغر منها، وبالتالي زاوية ح حادة إس. الحصة الثانية، أتدرب رسم آدم زاويتين أ و ب باستعمال نفس القلم، نفس القلم ها هو. قالت إيمان الزاوية أ أكبر من الزاوية ب، صحيح ولا خطأ؟ إذا باش نعبروهم خصنا خصنا نقيسوهم، وباش نقيسوهم نزيدو حنا نكبرو في الضلع، نطولو هاد الضلع هذا هويا، نطولو هاد الضلع هذا هويا. واخا نطولو الضلع راه ماشي كنقصو ولا كنزيدو في سميتو في الزاوية، لا كتبقى هي نفسها. حنا كنطولو الأضلاع باش نعبرو مزيان.
صافي. أتمم الجملتين إذا مددت ضلعي الزاوية فإن الزاوية تبقى نفسها. هنا بغيت ما بيقول كده، إذا إذا مددت ضلع الزاوية إلا مددناهم فإن الزاوية تبقى نفسها، كيبقى القياس ديالها هو نفسه، داكشي اللي كيكون في الأولانية. إذا غنشوفوا القياس هنايا، ها هي عندنا سيدي، ها هي هذه هي الزاوية اللي عندنا، ها هي الضلع هذا هنا والرأس ديالها بي هنا كتساوي لنا بالتقريب قول 50، ها هي 50 الزاوية كتساوي 50، 50 درجة، 50 درجة. نجيو تاني الأخرى هنا، ها هي 50 درجة فوقها نيشان تاهي قدها 50 درجة، هذه 50 درجة وهذه 50 درجة، إذا 50 درجة هي 50 درجة تقريبا، 50 درجة تقريبا، زاوية جوج زوايا حادة وهي متساوية، أكبر من الزاوية، لا خطأ خطأ، ماشي كبر منها، الزاوية أ ليست أكبر من بي بل متساويين. أتمم جملتين إذا مددت ضلعي الزاوية فإن الزاوية لا تتغير، لا تتغير، الزاوية ما كتغيرش كتبقى نفسها، قلنا لما مددناها وما كتغيرش، الزاوية تاني أو ب متساوية تاني متساويات متساويين. إذا جو تخص أن أنجل أجي يعني حادة دو سومي يعني بالنسبة للرأس ديالها يكون هو أو، الرأس ديالها هو يكون هو أو، تكون هي كي دايرة أغياني أغياني حادة حادة يعني أصغر من 90. نجيبو هنايا واحد هكايا، ها هو ساهل، ونرسمو زاوية حادة، زاوية حادة قلنا هي أصغر من 90، زاوية 90 هي هادي، ها هي كي كتشوفوها، حنا نجيبوها أقل من 90 يعني نقصوا على 90، هي نقصوا على 90 درجة، إذا نجيبو حنا في مثلا في نديرو غير 70 هنايا، 70 هنايا نقطة هنا، وأتمم ها أتمم هذا الرسم هكا، إذا هادي زاوية ها هي إي بي يعني حادة أصغر من 90، وقال لك أن أنجل دروا دو سومي إف يعني زاوية قائمة قائمة، والرأس ديالها يكون هو إف إف. إذا نرسمو واحد السطر هكذا، أو الضلع الأول هكذا، ونجيو الرأس ديالها هكذا، إذا يكون هو هذا. نقول لكم الطريقه كيفاش نرسموها، هو هذا هنا والضلع يكون فوق هذا نيشان طراس، اذا نجيبو في الصفر 90 هي الصفر هنا، اذا ونرسمو حنا ما نوصلوش حتى لهنايا، نوصلو واحد اقل من واحد هنا، اذا هذه الزاويه قائمه ها هي دغوا، اذا هذه زاويه قائمه. وقال لك اي ان اونغل اوبتو يعني منفرجه يعني الرأس ديالها أونجل أوبتو يعني منفرجة، ها منفرجة يكون الرأس ديالها هو جي، نديرو هنا هكايا الضلع الأول ها هو كيمر من الجهة، الرأس ديالها هو جي، ونديروها منفرجة يعني كبر من 90، نجيبو هنايا هاد الضلع يكون فوق هاد الخط هذا هويا، هاهي 90 هاهي هانتا 90 هاهي تكون هنايا، حنا نفوتو 90 ونديرو مثلا نديروها 120 هاهي 100 120 هنايا 120 كتشوف معايا 120 هنايا، نديرو النقطة ديالنا هنا، حنا منوصلوش لهنايا ولكن غير نسطرو شي شوية وصافي ها واحد، بالتالي هادي زاوية هايا منفرجة يعني أونجل أوبتو يعني كتساوي 120 درجة وتسمى أوبتو، هادي أونجل إيكوي إيكوي هادي دغوات قائمة، هادي أوبتو منفرجة. هنا أرسم زاوية منفرجة رأسها أو تحتوي فقط على النقط الحمراء، من النقط الحمراء النقط الزرقاء لا، أرسم زاوية منفرجة 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 هي أكبر من 90، رأسها أو الرأس ديالها هو ديما يكون أو،
وتحتوي فقط على النقاط الحمراء. اذا اكبر نمشيو نشوفوا هذا السطر هو الاولاني، شدوا المسطر احسن. ها هي نشدوا هنايا، نقولوا المنفرجه سيدي، المنفرجه هذه غتكون منفرجه؟ لا غتكون باقا حاده، هذه باقا حاده، باقا اصغر من 90. انت شتي نزيد هنا، هنا تكون قائمة، هذه زاوية قائمة 90 درجة نيشان، لا، تنظر هذه باقا حادة، هذه باقا حادة أصغر من 90، وهذه تكون 90، هاهي 90 درجة حادة، هاهي زاوية حادة، هاهي، كاينة هاذي، غتمر هاد النقطة هاذي. ثم الثانية غتكون كتمر هاد النقطة الحمراء الثانية. إذا عندنا جوج زوايا، عندنا هادي وعندنا هادي، جوج ديال الزوايا. إذا بالنسبة لينا حنايا عندنا هاد الزاوية اللي منفرجة الرأس ديالها أو، عندنا هاد الضلع هداهو، والضلع يكون دايز من هاد النقطة الحمراء هادي، ثم الضلع الثانية يكون دايز من هاد النقطة الحمراء الثانية، بالتالي غيكون عندنا جوج زوايا هادي أو هادي، فهمتيني؟ أما باقي الزوايا فهي لا، كاينه زاويه قائمه هي اللي كتكون هنايا، قلنا غتكون قائمه باش نعبروها كاع. ها هي هادي، شوف هاد الضلع فين جا فوق هذا، وهاد النقطه هادي جات مع هاد الضلع ديال الزاويه 90، بالتالي هادي كتكون زاويه قائمه، وجات هاد النقطه. اذا رسمنا هادي هي لا زاويه قائمه هادي، فهمتي؟ هادوك هما الزاويه المنفرجه، هما هادوك، هما هادوك الجوج. سابعا، احيط الكرات الموجوده داخل الزاويه، احيط الكرات، أحيطوا الكرات الموجودة داخل الزاوية أ، داخل الزاوية أ. إذا سأمدد الضلعين، نمدد الضلعين باش نعرف شكون هما فيهم. إذا هذا هكذا، ثم هذه غتكون هكذا. بالتالي ما هي الكرات الموجودة داخل الزاوية، داخل الزاوية، داخل الزاوية، أما هادو خارج الزاوية، هادو كتسماو خارج الزاوية، هادو هادي خارج الزاوية، هادي خارج الزاوية، هادي خارج الزاوية، داخل الزاوية هي دي الزاوية، هادي الزاوية، شكون اللي داخل ديالها؟ إذن هما هادو، هادي وهادي وهادي وهادي، هما هادو الكرات الموجودة داخل الزاوية. ثامنا، باستعمال الأدوات المناسبة أتحقق لأقارن الزاويتين في كل حالة. استعمال الادوات المناسبه، يعني باش نحدد لاقارن الزاويتين في كل حاله، هاد الزاويه مع هاد الزاويه. اذا كنمدد الضلعين ديال الزاويه اللي صغيره ديال الراس ديالها هو هذه، ونشوفوا الادوات عندنا سيدي. هذه دائما كنقول لكم تشدوا هذه هي هكايا، تشوفوا شحال هاي تراسيوها هنا الفوق، ونجيبوها هنا ونتراسيوها هنا. شوفوا هنا شنو كتبان لك؟ شوف هاد التراسات اللي درنا في الاولانيه، وهذه الاخرى جاتنا هنايا. اذا هذه اكبر الزاويه ا، وحتحقق الأقارن الزاويتين أ أكبر أكبر من بي، صافي. في حال الحالة التالية عندنا سيدي، هذه هي أنا سيدي، والثاني عندنا سيدي، الزاوية اللي الرأس ديالها بي، هاي هوك صافي، ونشوفوها هنايا الرأس ديالنا. إذن الدي مع سي متساويتين، الدي تساوي سي، تساوي حيت حنا مددناهم حالة التمديد الضلعين، كنمدد الضلعين باش تقيس هاد الزاوية، الزاوية الأولى اللي هي هنا، الزاوية هي عطاتنا هنايا، هنايا شط حفصة، هات جات فوق هانيت، فوق هذيك النيت، إذا متساوية، إذا
كنجيو لهاد الزاويه الثالثه كنمدو كنجيو لهاد الزاويه كنقيس هاد الزاويه هادي هي شوف معايا مزيان ها هي منفرجه منفرجه هي مفتوحه قد شوف بحال مفتوحه ونجيبوها نقيسو مع هاد الزاويه هادي هي شنو بان لك ها جات فوق هاني شانات شتي هذا جبناه مع هذا وهذا جبناه مع اضلاع كنحطو فوق المزوات اذا شنو كتبان لك ان اف تساوي او ثم بقاتنا الزاويه الاخرانيه مقارنه الزاويتين الاخرانيتين ديما تمديد الضلعين حتى نقوم بقياس الزوايا هاد الزاوية هادي هي جي تقارنوها مع اش جي هاهي ولكن اش هاهي حداش وبالتالي جي اصغر من اش جي اصغر من اش الزاوية اش الى هنا ينتهي الفيديو دمتم في رعاية الله والى اللقاء اسمحوا لي ما بانتكمش هادي هي